وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول: هل يجوز في الدعاء عند دفن المرأة اللهم ابدلها زوجا خيرا من زوجها، أم أن هذا الدعاء والقول خاص بالرجل؟ نقول: أيها الكرام الفضلاء، مما يجب تحريره في المسألة أن السؤال يتغير، فنقول: هل يجوز في الدعاء في صلاة الجنازة وليس عند دفن المرأة؟ وسأبين لكم. بعد ذي بدء العلماء مختلفون رحمهم الله على قولين مشهورين، أعني في دعاء الجنازة عند التكبيرة الثالثة اللهم ابدلها زوجا خيرا من زوجها. القول الأول أن الدعاء بالإبدال خاص بالرجل فلا يقال في حق المرأة، وهذا القول قاله السيوطي في شرحه على سنن النسائي، قال: وزوجا خيرا من زوجه، قال طائفة من الفقهاء: هذا خاص بالرجل ولا يقال في الصلاة على المرأة، لجواز أن تكون لزوجها في الجنة، فإن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل ذلك، يعني ممكن يكون عنده زوجة وعنده حور عين إلى غير ذلك. طيب، وأيضا قال ابن يوسف وهو من علماء المالكية في التاج والإكليل المختصر خليل، قال: وإن كانت امرأة قلت اللهم إنها أمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث، غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في الآخرة لزوجها في الدنيا، ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا، والرجل تكون له زوجات كثيرة في الجنة ولا يكون للمرأة أزواج. وقال البهوت في والإمام البهوتي في كشاف القناع وهو من كتب الحنابلة، ويقول في دعائه لامرأة: اللهم إن هذه أمتك ابنة أمتك، اللهم إن هذه أمتك ابنة أمتك نزلت بك وأنت خير منزول بها. ثم قال: ولا يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها في ظاهر كلامه، قاله في الفروع. هذا القول الأول، نقلنا فيه احنا قول السيوطي، نقلنا فيه قول المالكية، نقلنا فيه قول الحنابلة. القول الثاني أن الدعاء بالإبدال يقال في حق المرأة كما يقال في حق الرجل، أخذا بعموم الحديث وزوجا خيرا من زوجه، فهو شامل للرجل والمرأة، ويكون المعنى في حق المرأة إبدال صفات لا إبدال ذوات. يا سلام، شوف الكلام الجميل، قال لك في حق المرأة إبدال صفات لا إبدال الذوات. ليه؟ فكأنه دعاء بأي يبدل الله خلق زوجها وصفاته إلى الأفضل والأكمل، وليس أن تزوج بزوج آخر. قال الرملي في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ومن كتب الشافعية، قوله وزوجا خيرا من زوجه قضيته أن يقال ذلك وإن كان الميت أنثى، والظاهر أن المراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف إلى الذوات. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وزوجا خيرا من زوجه سواء كان المصلى عليه رجلا أم امرأة. ثم قال رحمه الله: وهناك إشكال، لأنه إن كان المصلى عليه رجل وقلنا أبدله زوجا خيرا من زوجه فهذا يقتضي أن الحور خير من نساء الدنيا، وإن كان امرأة فإننا نسأل الله أن يفرق بينها وبين زوجها ويبدلها خيرا منه، فهذان إشكالان. ثم قال رحمه الله: أما الجواب عن الأول أبدله زوجا خيرا من زوجه فليس فيه دلالة صريحة على أن الحور خير من نساء الدنيا، لأنه قد يكون المراد خيرا من زوجه في الأخلاق لا في الخيرية عند الله عز وجل. وبهذا الجواب يتضح الجواب عن الإشكال الثاني، فنقول إن خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين، يعني في عين الزوج نفسه، لكن بل خيرية في الوصف، وهذا يتضمن أن يجمع الله بينهما في الجنة، لأن أهل الجنة ينزع ما في صدورهم من غل ينزعه الله تبارك وتعالى، ويبقون على أصل ما يكون، والتبديل كما يكون بالعين يكون بالصفة، منه قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالأرض هي الأرض بعينها لكنها اختلفت، وكذلك السماوات. انتهى من الشرح الممتع. طيب، ثم انتهينا الآن على القولين المشهورين، فقلنا تجوز المرأة تجوز للرجل، ويكون لحق المرأة إبدال لزوجها إبدال صفات لا إبدال الزواج. أما بالنسبة لقول القائل إن الدعاء
وزوجا خيرا من زوجه لا يقال عند الدفن، إنما يقال في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة. لما روى مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. أما الوارد عند الدفن إخواني أن يستغفر الميت ويسأل له الثبات عند سؤال الملكين، لما صح عند أبي داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. وأنوه وأقول: ويكون أيها الكرام الفضلاء الدعاء كل على حدة، ولا يكون جماعة، ما يكون الدعاء جماعيا أيها الكرام الفضلاء، لا يكون الدعاء جماعيا أيها الكرام الفضلاء. إذن ختاما نقول: أبدلها زوجا خيرا من زوجها عند المالكية والحنابلة لا يرون بذلك، كما مر معنا في مختصر خليل وكما مر معنا في كشاف القناع. أما عند الشافعية والأحناف فلا بأس عندهم أن يقال ذلك أيها الكرام الفضلاء. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على ذكره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.